عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ هانين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم اللي غنقدم لكم فيه ديسباسيتو على طريقتي، يعني مع بعض اللمسات وبعض الاضافات شكلا ومذاقا. مهم، هذه غادي نحتاج فيها جوج ديال البيضات، غادي نحتاج نصف كاس ديال الكاكاو، وغنحتاج نصف كاس ديال الزيت، وغنحتاج نصف كاس ديال الحليب. غادي نحتاج معاها كاس ديال السنيده، وغادي نحتاج معاها جوج كيسان ديال الدقيق. الدقيق ديما كنقول لكم حسب الخليط، نتوما راه عينكم ميزانكم غيبان لكم، الا خاص دقيق غتزيدوا، الا ما خاص راه ما خاص صافي. وكما قلت لكم نصف كاس ديال الكاكاو، وخماره وحده ديال 15 غرام. وملي غادي طيب لينا وهي سخونه، غادي نسقيوها بكاس ديال الحليب مع الكاكاو. ها هو انا راني وجدته، غنحطو جانبا، انا توجد كيكه غنسقيها به. وبالنسبه للكريمه غادي ندوزو ليها من بعد ان شاء الله. نوجدو دابا هي الكيك ديالنا، نخليوه يبرد وندوزو المرحله ديال الكريمه اللي غنحتاجو فيها الكريم شونتي. وغادي نحتاجو فيها 200 غرام ديال الشوكولات الاسود، يعني الفوندانتي. وغادي نحتاجو معاها يعني الاضافات اللي غادي نزيد انا. يلا ما نحرقوش المراحل، نبداو بالكيك وندوزو للكريمه. اول البنات على بركه الله، غادي ناخد جوج بيضات كيف ما كتشوفوا، غنزيد عليهم نصف كاس ديال الزيت، غنزيد معاهم نصف كاس ديال الحليب، وغادي نزيد الكاكاو، وغنخلط مزيان هادشي كامل. المهم غنزيد حتى السنيده، سكر حبيبات كندير فيها كاس. غادي نخلط كل جيدا، عاد من بعد غادي نزيد الدقيق والخميره. كنخلط كاع المقادير كتجانس ليا، كنزيد كاس ديال الدقيق. طبيعة الحال غندير خميره الحلوه مع الدقيق صافي. وغادي نزيد نصف كاس اخر ديال الدقيق، غادي نخلط ونشوف. بالنسبه للكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوا هي، بالنسبه للدقيق البنات هنايا راني درت كاس ونص ديال الدقيق. واحد المره كنت درتها، درت جوج كيسان ديال الدقيق، ولكن كيف ما كنقول لكم راه على حساب الكميه، يعني المقادير نتوما عينكم ميزانكم. انا هنا درت كاس ونصف ديال الدقيق، ها هو الدقيق اللي بقى ليا كيف ما كتشوفوا، ما درتوش كامل. المهم غادي دابا خديت الورق، خديت الطاوه ديالي كيف ما كتشوفوا، دهنتها بالزبده من جناب، ومن الوسط درت ورق الزبده صافي. دابا غادي نصب الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا، واخا راه بانت ليا شويه ثقيله معليش. ها هي الكيكه ديالي كيف ما شفتوا، درتها هنا في المول، كنحاول نسرح على جميع الجوانب كيف ما قلت لكم من قبل. راه الدقيق راني درت كاس ونصف ديال الدقيق صافي. غندخلها للفران طيب مدة 30 دقيقة تقريبا، ما كاملاش حتى 30 دقيقة على حساب، يعني انا ديك المرة خدات ليا شي 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. دائما الكيك كيبغي العافية تكون مهيلة. انا غادي نديرها دابا طيب، ودائما ديروا تحت بالمول ديال الكيكه، يا اما لاطا يا اما المقله ديال الوجده، شي حاجه ثقيله باش ما كتحرقش لكم من التحت نهائيا، تفاداو انها تحرق لكم من التحت. ودائما كما كنقول لكم العافيه مهيله. المهم الا غادي توجدها البنات هنا معاكم. بالنسبه للكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوا هي وجدات، كان انا حيت كيف ما شفتوا من قبل ضروري كندير هذا الورق، هذا كيجيني ساهل صافي. غادي نسقيها وهي سخونه، سمحوا لي على الصداع ديال ولدي الصغير. المهم الحليب مع الكاكاو كيف ما قلت لكم يكون بارد البنات من الاحسن صافي. وغادي نسقيها كامله باش تشرب لينا، باش كتجي شويه معلكه. انا دائما التورته كنديرها على الوجه الاخر صافي. غادي نبقى على نفس الطريقه وغنديرها تبرد، ومن بعد البنات غادي ندوزوا للكريمه نوجدوها. البنات بالنسبه للكريمه اللي غنستعملوه مع الفطورطه ديالنا، غادي نحتاجو 500 غرام ديال القشده الطريه، غادي نطلعوها شونتيي. غنحتاجو جوج دانيت، وغادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولات فوندانتي.
شوكولات فوندانتي غادي ناخده وغادي نديرو في البانيو ماريا اللي هو الباماغي حمام مريم. وبالنسبة للإضافة اللي زدت عليها أنا هاد الكريم هاد اللي غادي نوجد، زدت عليها هاد المكسرات، المكسرات اللي فيها هنايا اللوز مقطع والبينولي، بينولي راه كيديروه في التيراميسو. المهم أنايا استعملته هنا، معرفتش سميتو بالعربية. مهم، وديرت القرقاع مقطع واللوز. البنات عرفتي هاد المكسرات كيعطيو هاد المكسرات البنات كيعطيو واحد القرمشه في هذيك الكريمه. البنات انا غادي نطلع الكريمه وغادي ندير الشوكولاته في حمام مريم. بما البنات الشوكولاته هو كيف ما كتشوفوا دوزناه في، يعني درناه في الباماغي صافي. غادي نزيد عليه داني ديال الشوكولاته، يعني جوج ديال دانات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا صافي، غنحرك الكل جيدا مزيان. حركو مزيان 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 حتى كيتجانس لينا المقادير مع بعضياتها. بنات ملي كتوجد لينا الكريمه اللي كنطلعو ديال الشونتيي، كنزيدو عليها الشوكولاط ودانيت اللي كنت خلطت من قبل. من الاحسن نضيفو هو بارد، كنخليه واحد شويه، ما كنديروش كامل، كنخليه واحد شويه للتزيين، ماشي بزاف يعني، على قياس باش نزوقه صافي. اللي بغى يديرو كامل يديرو كامل، ويعني كل واحد وطريقه التزيين ديالو، انا كنخلي شويه باش كنزين به صافي. انا غادي نطلع البنات مزيان، نخلط هادشي ونتلاقاو من بعد. المهم البنات صافي، ملي طلعت الكريمه يعني الشوكولاته مع الكريم شونتي، دابا غادي نزيد هاد المكسرات كيف ما كتشوفوا، ما نزيدهم هنايا هاكي عطاو البنات واحد القرمشه هاد الكريمه. ما نعاودش لكم كتجي واعره، يعني جربوها. صافي كنبقاو نحركو مزيان على هاد الطريقه. صافي دابا غادي نبسطو الكريمه هنا لداخل، يعني غنبداو نهزو صافي. البنات من بعد ما كنبسطو الكريمه كامله، يعني كنقادوها بحال ما هكا صافي، وكندوزو لطريقه التزيين. يعني كل واحد ويزين، يعني على حسب كل واحد على حسب الذوق ديالو صافي. انا غنقاد مزيان صافي. البنات بالنسبه للطورطه انا درت هنايا شوكولاط كما قلت لكم صافي، ودابا غادي نزينو بالموس، يعني على هذه الطريقه غنبقى غاده بحال ما هكا بحال ما هكا، يعني حتى نكملها كامله. واحد ويزين على ذوقه بالنسبه للطورطه ديالنا. نتوما كيف ما كتشوفوا انا زينت على هذا الشكل هذا، زدت عليها اللوز والقرقاع من الفوق، وهنايا درت واحد الشوكولاط حبيبات صافي، وهاد الشكلاطه هذه هنايا الوسط. ودابا غنديرها في الثلاجه تبرد، نتلاقاو من بعد البنات تشوفوها، تشوفوا الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للطورطه ديالنا اللي وجدت من قبل، ها هي وجدات، كنقدموا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا صافي. انا دابا غادي نقطعها ونوريكم الشكل النهائي. قطعوها كنقدموها على هذا الشكل هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين، ولا كتشاهدوا الفيديو لاول مره ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى الفيديو الجاي.